شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ حبيبي يا شريف يا شهم يا صاحب النخوة يا صادق يا حبيبي يا ابو العيال زغردي يا ام الجدايل زغردي وزي فخر الاطايل في الودع وازرع الحنة على السطر الندي واربط العطف على كل الوجع وزغردي يا ام الجدايل زغردي ودونك الزيتون على سفح الجبل ولوحي وسط المنايا وارصدي درب النشام اليوم جاهيك البطل زغردي يا أمي جايك بي عريس لفوا بالعلم يا أمي وراح تحضنوا الأرض اللي ضحى كرمالها والتراب اللي استشهد من شانه جاييكي بيي بعد ما وعد ووفى جاييكي عكتاف رفقاته يا أمي ليقلك لا تنسي الأماني ليقلك لا تنسي آخر كلمة قالها وراح إذا صار لي شي كملي الطريق بولادنا كملنا يا بيي وبهالتراب اللي حضنك بدنا نزرع شجرة زيتون بدنا نكتب اسم بلادنا عالشمس اللي ما بتغيب لمالي ولولادي على حبك ما في حبيب اكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لمالي ولولادي على حبك ما في حبيب بكفر اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لمالي ولولادي على حبك ما في حبيب انت وعدت ووفيت ونحن مثلك وعدناك ووفينا يا بيي انا اخذت البكالوريا واخي اخذ التاسع نحن الاثنين مع كتار من رفقاتنا طلعنا أوائل لأن سوريا مثل ما كنت تقول ما بيلبق لها إلا تكون على الراس وبالقلب أنا بعرف إنك شايفنا أنت ورفقاتك هلا من فوق شايف يا بابا مين إجا معنا يا دار الأوفى دار
بقيعه دايم مضويه ومزروعه مجروعه عالبرج العالي وقفوا الخيال والسيوف تلالي وشمس ما تغيب لا مالي ولا ولادي على حب ما في حبيب تكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حب ما في حبيب. كانت معنا من أول لحظة تركتنا فيها وبعدها معنا، لأنها هي كمان بتقول هالأرض إلنا كلنا، هي منا ونحن منها، كرمالها كل شي بيهون بالعلم والمعرفة والوعي من ابنيها. إذا اليوم ما علمنا أولادنا فبكرة ما لهم مستقبل. نحن أحفاد من علم الكون الحرف، نحن أحفاد من علم الدنيا فنون التجارة والطب والعمارة. هذا التاريخ جزء من الهوية السورية، وهي هالهوية اليوم اللي هي عم نتحارب عليها. فإذا لنقدر نطور بلدنا ونقدر نحمي بلدنا بالمستقبل، السلاح الحقيقي اللي نقدر نستعمله هو سلاح المعرفة وسلاح العلم. اليوم شجرة الزيتون؟ شجرة ترمز لكذا شغلة. أكيد أول شغلة ترمز للحياة والاستمرارية، واللي ضحى وعم يضحي كرمال هالبلد ضحى كرمال نحن نقدر نعيش ونقدر نستمر فيها. هي أول سبب. السبب الثاني، الشجرة بترمز للعطاء، وبلدنا عطتنا كتير. نحن اليوم بحاجة لنرد الجميل، ونحن نعطي لحتى نقدر نطور البلد بالمرحلة الجاية. آخر نقطة هي طبعاً الغصن الزيتون بيرمز للسلام، ومجتمعنا مجتمع بيآمن بالسلام بيدور على السلام. أنا حاسة كأنك معنا يا بابا، وشجرة اللي زرعتها اليوم هون هي لتضل حي بيننا، ولا يبقى اسمك مثل هالشجرة جذوره بالأرض وواصل للسماء. وين ما رحت بتكون عايش معنا، وهي بتشبهك يا بيي هون بالأرض كانت وبعدها. سمعنا كتير حكي خلال الفترة الماضية أن السيدة أسماء خارج سوريا بلندن بروسيا ببيروت، شو بتحب تحكي السيدة أسماء؟ أنا موجودة هون، زوجي وولادي موجودين بسوريا، فالحقيقة من البديهي أنه أنا أكون موجودة معهم. وأنا كمان مثل أكترية السوريين تربيت على حب البلد، وتربيت وين ما الواحد عاش أو سافر أو مهما غاب بالأخير ما في أغلى من بلده. وأنا اليوم أم لثلاث أولاد صغار، ومسؤوليتي تجاههم ربيهم على نفس المفهوم. كيف بدي ربيهم على أنه يحبوا سوريا وهن ما عاشوا فيها؟ كيف بدي ربيهم على أو علمهم على ثقافة البلد وتاريخ البلد وحضارة البلد إذا هن ما عاشروا أهله، ما عاشوا ببيوتها، ما أكلوا من أكله؟ هذا مستحيل. كيف بدي علمهم وربيهم أنه هن يساهموا بتطوير البلد إذا ما عاشوا مشاكل البلد؟ فأنا موجودة مبارح واليوم وبكرة وإن شاء الله دائما. ومثل ما أمنا ما تركتنا، هي كمان لا تركتنا ولا تركت هالأرض. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. ختاما يا بيي إلك مني ومن رفقاتي كلهم هون ألف بوسة وتحية ووعد، تبقى جذورنا بالأرض وأفعالنا توصل للسماء. بنتك.